بلدنا اخباره ايه، وتحديدا النهاردة هنتكلم على الشق الاقتصادي. لو تابعنا الانتخابات الرئاسية وفوز ترامب، يمكن الخطاب الشعبوي او الشعب الامريكي حسم الموضوع اقتصاديا، اعتقد ده يعني كاميلا هاريس كان ليها برنامج انتخابي محترم جدا، اشتغلت على المرأة واشتغلت على حاجات كتير، ولكن واضح ان الشق الاقتصادي داخل امريكا وداخل المجتمع الامريكي كان ليه باع كبير في فوز ترامب. عارفين ان هو راجل اقتصادي ناجح جدا، يقدر يقلل من التضخم، يقدر يعمل اقتصاد احسن لامريكا، يمكن كمان كان ذكي في ان هو ملعبش على الشق الخارجي وعلى الحروب الخارجية اثناء البرنامج بتاعه. اذا الاقتصاد هو مهم جدا لكل الشعوب، مش امريكا رقم واحد، ولكن الشعب همه جدا الاقتصاد. عشان كده حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها على الاقتصاد بشق كبير جدا، تأثير فوز ترامب على الاقتصاد العالمي هيعمل ايه، وخاصة ليه علاقات طيبة جدا وكويسة جدا مع مصر، وتحديدا مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن انا شفت ده كتير في اجتماعات مع ترامب في الحقبة الاولانية في الرئاسة من 2016 ل 2020، وشفنا تهنئة سيادة الرئيس امبارح ورد الرئيس الامريكي ترامب على الموضوع، يقدر يأثر علينا ولا لا؟ طيب شفنا كمان تصريحات رئيس مجلس الوزراء امبارح، وتفهمت بشقين، تفهمت ان مفيش تعويم بس احنا تحت سياسة العرض والطلب، وممكن الدولار يزيد وفقا للاحتياجات للسوق. اذا ممكن الموضوع هنا ان الاقتصاد والاستثمار يفتح شوية، يبقى فيه منتجات اكتر، ولو رحنا للمنتجات وسياسة العرض والطلب اذا يبقى ممكن يبقى التضخم هيقل. كلام كتير واستفسارات كتير. معانا النهاردة الكريمين، كريمين محترمين جدا في الاقتصاد، الاثنين شطار قوي كمان في الاقتصاد الشعبي، يعني هم فاهمين اللي على الارض ايه اللي بيحصل، بصرف نظر طبعا ان هم دكاتره متميزين في الاقتصاد، ولكن فاهمين المجتمع المصري فيه ايه. ممكن يكون الاثنين محترفين بس الاثنين مختلفين، الاثنين وطنيين جدا ولكن ليهم زوايا ورؤى اقتصاديه مختلفه. منورنا في الاستوديو دكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصاديه، ودكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد، نورت الراديو 90 90. اهلا بيك استاذ احمد. دكتور كريم الحمد لله تمام، انا سعيد ان موجود معاك يعني ثاني مره خلال 10 ايام. شرف ليا دكتور كريم العمده، منور راديو 90 90. طبعا شكرا لراديو 90 90 وبرنامج حال بلدنا على الاستضافه والفكره في الحلقه دي، ان شاء الله تكون حلقه مميزه، وكل التحيه طبعا للساده المستمعين، وان شاء الله تكون حلقه اضافه وقويه. نبدا بالاقتصاد الخارجي، لان الاقتصاد الخارجي اكيد بيأثر علينا، والتضخم يمكن هو احنا التضخم في بدايته كان تضخم مستورد نتيجه الحرب الروسيه الاوكرانيه، وتصدر لنا التضخم وتصدر لنا بقى سلاسل الامداد كان فيها مشاكل والكلام ده كله. اعتقد ممكن مع فوز ترامب وتصريحاته ان انا هغير العالم دكتور كريم ممكن تفرق معانا، شايفها من وجهه نظرك ايه؟ يعني انا شايف ان لو رجعنا لاداره ترامب في الفتره من 2017 ل 2021 الفتره السابقه، هنجد ان الاقتصاد العالمي عانى من العديد من السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب، وجدنا العديد من المشكلات في الاقتصاد العالمي وفي حجم التجارة، لأن سياساته هي سياسات حمائية، سياسات بتتسم بحماية الاقتصاد الأمريكي، وده أمر بيؤثر على سلاسل التوريد والإمداد، بيؤثر على حركة التجارة الدولية، بيؤثر أيضا على المزيد من فرض الضرائب والرسوم على الواردات إلى أمريكا. يمكن ده نقطة بتؤثر أو ستؤثر في الفترة القادمة على معدلات النمو العالمي. إذا نظرنا لعلاقته مع على سبيل المثال الدولة المصرية في فتراته السابقة، هي علاقة جيدة خاصة في مجال المساعدات العسكرية، كان هناك تطور كبير فيها، ولكن هنا كان لأبعاد بتتعلق بالأمان و استقرار منطقة الشرق الأوسط اللي بتهم الإدارة الأمريكية. لكن على مستوى العلاقات بقى مع الصين ومع روسيا ومع الاتحاد السوفيتي وحلف الناتو والمدى الالتزام باتفاقيات دولية، أعتقد إن هو الفترة السابقة شهدت العديد من التوتر في ذلك الأمر، خاصة فيما يتعلق بانسحابه من اتفاقية باريس الخاصة بتغير المناخ. ويمكن هنا في الفترة دي وجدنا عودة الدول مرة أخرى للاعتماد على اللي هو الطاقة غير النظيفة والفحم الكوك وخلافه، وبالتالي احنا في مرحلة يمكن الاربع سنوات الاخيرة في تكاتف دولي للجهود الدولية لمعالجة مشكلة تغير المناخ وتأثيرها على الاقتصاد. 27 في شرم الشيخ. ماذا يحمل ترامب للشرق الاوسط وماذا يحمل للدولة المصرية والاقتصاد العالمي؟ اعتقد
في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، حتى حجم اتفاقيات والتزامات أمريكا تجاه دول العالم سيختلف كثيرا وسيتراجع كثيرا خلال المرحلة القادمة. دكتور كريم، لو أنت بتتفق في الكلام ده ولا لا؟ يمكن دكتور كريم داخل معي اختلاف على طول. أنا شايف أن ترامب ممكن يساعد اقتصاديا العالم الفترة اللي جاية، اللي قاله صح وفعلا وعمل ضرائب كتير على الواردات تحديدا الصينية في الفترة بتاعته، ولكن شايف أن الموضوع تغير والأحوال والأوضاع الجيوسياسية ممكن تفرض اقتصاد مختلف من فكرة أمريكا، ولا أنت شايف إيه؟ يعني طبعا إحنا نتفق أنه هو ملامح العامة تصريحاته يبدو أنه تصادمي، إدي تصريحات صعبة، تصريحات تصادمية، ولكن إحنا ما نقدرش أبدا حتى أساتذتنا في العلوم السياسية تصادمية ولا عنصرية؟ لا، تصادمية. 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 إحنا أساتذتنا في العلوم السياسية في جامعة القاهرة دائما كانوا يعلمونا أن يعني ما تحكمش على الرئيس من تصريحاته، وحكم من قراراته وتصرفاته. ان في كتير قبل الانتخابات بيدوا تصريحات سياسيه، يعني تصريحات سياسيه وتصريحات تصادميه، يمكن هو عايز يكسب اصوات بقدر المستطاع، وفعلا كسبها طبعا. تصريحاته دي اديته اصوات كتير، ولكن في النهايه قراراته هتكون ايه؟ قراراته هتكون تصادميه بنفس الكلام ولا لا؟ فاحنا نحكم عليه. لكن هو طبعا كفي البدايه هو راجل تبنى، رغم ان امريكا هي رمز الرأسماليه ورمز الانفتاح في العالم، الانفتاح في العالم، الانفتاح الاقتصادي، ولكن هو خد قرارات لصالح امريكا، قال لك انا هفرض قيود جمركيه، وعمل حرب تجاريه من 2018 على الصين. الصين طيب. اكبر مصدر في العالم وثاني اكبر مستورد، امريكا ثاني اكبر مستورد في العالم، وبالتالي كان في حجز تجاري ضخم بين امريكا وبين الصين، وصل في بعض الاحيان ل 350 400 مليار دولار ايام فتره ترامب، ولا زال العجز طبعا موجود وموجود كبير جدا، لكن هو خد قرار قال لك لا انا همنع الاستثمارات تروح امريكا، رغم ان ده كلام لما يعني كلام مفروض كلام غير اقتصادي، وعايز اقلل وارداتي من الصين بشكل كبير وبتاع. طبعا يعني ده كلام، عمل حرب تجاريه، حرب تجاريه دي اتاثر طبعا على اغلب دول العالم، ولكن ممكن تكون الحرب التجاريه دي مفيده لبعض الدول الاخرى. يعني هو اذا قلل وارداته من رفع القيود الجمركيه على وارداته من الصين، ممكن تبقى منفذ لدوله اخرى مثلا زي مصر. تمام. يعني احنا مصر في اتفاقيه بيننا وبين الولايات المتحده اسمها اتفاقيه الكويس، انك انت ممكن تصدر سلع هندسيه وسلع صناعيه للولايات المتحده بدون رسوم جمركيه، وبالتالي انت كده ممكن تزود صادراتك بشكل يعني كبير. تتفق انا مع دكتور كريم عادل في ان هو سياسه الاقتصاد المنغلق بيتبعها ترامب، ولا انت شايف انه هيفتح وفقا لاتفاقيات جديده؟ يعني طبعا احنا انا قلت مش وفقا لتصريحاته، لما نشوف قراراته الجديده ايه. هيكمل في تصدم، هو بيقول انا عايز اقلل التضخم. هتقلل التضخم ازاي اذا كنت السلع اللي بتستوردها من الصين هي الارخص نسبيا؟ هتصنعها عندك محليا، تكلفتها مرتفعه طبعا. هي ليه الناس بتروح الصين؟ هي ليه الصين اكبر متلقي للاستثمارات والدوره الاقتصاديه عندها شغاله؟ ليه؟ لان هي عندها تكاليف الانتاج اقل، مواد خام وسلع وسيطه واجور، أجور في الصين أقل بكتير، يعني حتى التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية وكل الحاجات والكلام ده كله، فبالتالي هي تكلفة الإنتاج عندها أقل. أنت هتصنع الموبايل، الموبايل هتصنعه في أمريكا، المصانع الموبايلات في أمريكا بتروح تصنع في الصين، هو قال لهم انسحبوا من الصين، ما انسحبوش، تكلفة الإنتاج في أمريكا، فأنت كده هتزود التضخم، لأنك أنت الرسوم الجمركية دي لما تعملها، لما تفرضها، هترفع سعر السلع لما تيجي تصنع، فأنت هتقلل التضخم إزاي؟ وخاصة الفيدرالي عنده بينزل الفايدة أصلا. أيوة طبعا. لا ما هو إن الفيدرالي يعني تاني اجتماع للفيدرالي نزل الفايدة. هو طبعا انت مش هتقدر تجذب استثمارات مباشرة إلا بتقليل سعر الفايدة. هتزود سعر الفايدة، ده معناه انك هتجيلك اثبت عشان انا هكتب دي وراك. مش هتزود استثمارات الا بنزول سعر الفايده. عشان هنخش عند بص طبعا طبعا. سعر الفايده مرتفع يجيب لك استثمارات غير مباشره، سعر فايده منخفض تجيب لك استثمارات مباشره. قبل ما اخرج من ترامب وقبل ما اخرج للفاصل هسالك على حاجه. في اتفاقيات مهمه جدا بتتم، واتفاقيه بريكس وانسيابيه اتفاقيه بريكس اللي ماشيه، هل هو هيعترض وهيبقى معارقل ليها ولا هيبقى داعم ليها؟ ده اللي هنعرفه من اساتذتنا ودكاترتنا اللي منورينا في الاستوديو بعد الفاصل. 99 رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2-18-10-866. هواها مصري على الراديو 90 لسه. احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، ومنورنا في ضيفتنا في الاستوديو دكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصاديه، ودكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد. بناخد زوايا مختلفه لحال الاقتصاد المصري وحال الاقتصاد العالمي لانه بيتاثر طبعا بصوره كبيره. ما سمعناش قبل الفاصل كنا بنتكلم على تولي ترامب للسلطه، طبعا لسه هيبدا من يناير ان شاء الله، احنا في فتره رمضانيه كده من بين الاثنين، ولكن وفقا لتصريحاته دكتور كريم عادل شايف ان هو ممكن هيتبع تاني زي الحقبه الرئاسيه الاولى.
الفلانيه سياسه الاقتصاد المنغلق وهيفرض كتير من القيود. اتفق معاه دكتور كريم العمده ولكن قال انا ما بعتمدش على التصريحات وخاصه ان تصريحات ترامب دايما تصادميه، فنشوف الافعال الفتره اللي جايه. سالتهم قبل الفاصل طب هل هو هيفتح ويسمح باتفاقيات دوليه وتجمعات دوليه اخرى زي البريكس؟ دكتور كريم رايك ايه، هيسمح بده والانسيابيه اللي بتمر في تجمع البريكس ولا هيعمل ايه؟ بالتأكيد لا طبعا، بالتأكيد لا. ترامب هيكون هو المحارب الأول والأكبر لاتفاقية البريكس، سواء على المستوى التجاري سواء على المستوى السياسي، وهذا ما لا نتمناه يعني، خاصة في ظل علاقاته مع الدولة المصرية. اتفاقية البريكس في نهاية عام 2023 طرحت أمر جديد بخلاف الهدف الرئيسي من إنشاء البريكس عام 2014 وأهداف بنك التنمية الجديد التابع له، وهو وحدة موحدة أو التبادل بالعملات المحلية للدول أعضاء البريكس. وبالتالي هذا طرح جديد، هذا الطرح لم يكن موجود في الحقبة الأولى من تولي الرئيس ترامب، هو أمر مستحدث. وبالتالي هذا ما ستواجهه السياسة الأمريكية الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، بهدف منع هذا التجمع من المزيد من النمو والمزيد من التشعب في حجم الاقتصاد العالمي. طبعا يعني خلينا نتفق انه وانا يمكن اشرت قبل كده ان اصلا فكرة تحول مجموعة البريكس للتعامل والتداول بعملة عملات وطنية او حتى انشاء عملة موحدة هو امر يعني قد يتعذر حتى على المستوى او على المدى البعيد. احنا عندنا 80% من حجم التجارة العالمية بيتعامل بعملة الدولار، 60% من احتياطات الدول بما فيها الدول أعضاء تجمع بريكس هو من الدولار الأمريكي. أيا كان حجم هذا التكتل، تكتل بريكس، سواء من حيث عدد السكان وإن كانوا بيمثلوا أكثر من ثلث حجم سكان العالم وأكثر من 30% من حجم الاقتصاد العالمي، إلا أن التحول لهذه الفكرة وتطبيقها هو أمر ستواجهه أمريكا بصورة كبيرة. وأعتقد أنه نجاح بريكس يا دكتور كريم مش متوقف بس على عملة موحدة أو تبادل العملات المحلية، ممكن يبقى فيها نجاحات أخرى. الفكرة كانت في إنشاء البريكس في الأساس وعشانها نشأ هذا التكتل هو سطوة الدولار التنمية. لا ما كانش ده كان طرح ده طرح مستحدث في نهاية عام 2023. انت بتتكلم على إنشاءه والفكرة من 2004 ومن هو معمول به من 2014 حتى 2023، وهو دعم التنمية في الدول أعضاء التجمع بما فيها طبعا مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطاقة وقضايا المناخ والزراعة والأمن المائي، هو ده كان الإطار العام والهدف الأساسي. إذا ترامب هيعرقل تجمع البريكس. يضاف لذلك طبعا إن كان الهدف هو يعني توطيد العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. التبادل التجاري في صورته الطبيعية هو زود 4 دول الفترة اللي فاتت وكان من ضمنهم مصر، بدليل ان احنا لو نظرنا لرأس مال بنك التنمية الجديد 100 مليار دولار. طب اذا كنت انت بتفكر تتحول لعملات دول الاعضاء البريكس ممكن يبقى الفكر مرحلي، فكرة مرحلية. دكتور كريم العمدة حضرتك شايف نفس فكرة دكتور كريم ان هو هيعرقل من تجمع البريكس او انسيابيته او بقى التعامل في البريكس ولا؟ يعني طبعا هو انه يعرقل ويمنع لا يملك وما يقدرش، ولكن هو ممكن يدي حوافز للدول اللي في اعضاء اللي في بريكس علشان ما يندمجوش او في بريكس مقابل حوافز اخرى ومميزات هو يديها لهم. لكن اذا ما اداش حوافز ومميزات محدش هيسمح كلامه. الدول اللي في بريكس داخله لهدف معين، عايزه تنمي تجارتها، تستخدم عملة محليه زي ما قال بوتين وزي ما الرئيس الصيني، نقلل ما نلغيش الدولار لكن نقلل الاعتماد عليه، نكسر الحده بتاعه الدولار اللي هو متحكم في كل شيء. فهم عايزين يقللوه ويملكوا يقللوه. تجارب زي ما قال يملكوا يقللوه يملكوا يقللوه طبعا. زي ما قال كريم عادل طبعا 60% من الاحتياطي بالدولار، لكن 40% لا، 80% كان في الاول كانت 95 قلت، ايه المانع تنزل ل 70 تنزل ل 60؟ انا عايز اقول لك هو هيسمح بده دكتور كريم؟ عادل بيقول لك لا مش هيسمح بده. لا ما هو مش يسمح ولا يسمح، ظروف الدول هي اللي تسمح. يعني ظروف دوله، انا دوله كزي مصر او في دوله في دول اخرى شايفه ان سهل اكتر
وتكاليف التجارة هتقل أكتر لما نستخدم العملات المحلية. يعني مثلا البرازيل والأرجنتين هما الاثنين عندهم نظام للتعامل بالعملات المحلية من 2008 مثلا. الصين وروسيا بيتعاملوا بالعملات المحلية. الهند وأنا كنت مرة قلت معاك الهند والإمارات والهند وروسيا يعني الكلام ده موجود ومتاح. فانت هل يبقى متاح بالنسبه لك بقى مصر والصين ومصر وروسيا يعني نتعامل بالروبل او تعامل باليوان الصيني؟ نقدر نعمل ده؟ طبعا ممكن نتعامل بحدود ونسب على حسب الفائض التجاري بينك وبين في عجز ولا في فائض بينك وبين الدوله دي. يعني قلت مرحلي بشكل تدريجي نكسر حده الدولار، ولكن لا يزال طبعا الدولار مهم. وحده فكره عمله موحده انما نقدر استورد بالصين بالعمله المحليه او تستورد مني بالعمله المحليه، يعني ممكن في حدود في توازن في حجم التجاره. ما انت ما عندكش توازن في الحجم اصلا. يبقى ممكن تستخدم عمله تانية زي عمله الامارات. ممكن تحاول تقلل. ده ينفع يا دكتور كريم؟ هو طبعا البريكس في وضعها الحالي في تبادل على سبيل المثال ما بين روسيا والصين، ولكن ليه؟ يعني انا لا اتفق مع كلام دكتور كريم في الجزئيه الخاصه ان احنا ممكن نتبادل بعمله دوله، عمله دوله سلسه. تمام. في روسيا والصين في تقارب في الميزان التجاري، تمام، وفي حجم الصادرات والواردات. الامر الثاني ان في تقارب سياسي والاثنين بيحاربوا او بيواجهوا سياسات اقتصاديه امريكيه، فبالتالي كمان في تقارب اقتصادي تقارب سياسي. لكن لما نيجي بقى ننظر لباقي الدول سواء بقى مصر او غيرها، لا، انت في مصالح مشتركه مع امريكا. ومهما كان الحوافز الموجوده في بريكس او اللي بتقدمها بريكس للدول الاعضاء هي اكبر منها حوافز. يبقى كان هو ده صح، بيقول لك ان لو امريكا ادت حوافز زياده للدول الاعضاء ممكن تقل فعاليه البريكس. يا فندم ايه الحوافز اللي ممكن تقدمها للدول الاعضاء؟ احنا على سبيل المثال الدولة المصرية لا تستطيع في المرحلة الحالية الاستغناء عن الدولار. ليه؟ لان انت اعبائك مرحلة حالية يعني قد ايه؟ لا انت بتتكلم على الاقل لو افترضنا وفقا لاتفاقية صندوق النقد الدولي الاخيرة والبند الثامن منها اللي بتحظر التبادل التجاري والتعامل بعملة غير الدولار الامريكي، تمام، انت معاك لغاية نهاية هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية بتنتهي في 2026 تقريبا. تمام. الا اذا تم زيادة القرض وبالتالي زيادة المدة، في احتمالية زيادة 1 مليار. تمام. وبالتالي انت طول مدة الاتفاقية بيحظر عليك التعامل والتبادل بعمرة غير الدولار. ليه؟ لان انت اصلا عندك التزامات بالدولار. وبالتالي يجب ان انت يكون عندك مصادر دولارية. فلما المصادر الدولارية دي من ضمنها التبادل التجاري، فانت دلوقتي هتقول هتبادل بعملة تانية، طب هتسد اللي عليك ازاي؟ خلي الكلام منطقي طبعا. تمام. نفس الشيء مهما كانت الاتفاقيات هتعامل مع الدول التانية، خلينا مش مع دكتور كريم العمدة شوية، هتعامل مع الصين ومع روسيا مع دول الاعضاء بالعملة المحلية، وهسدد ديوني من الواردات الدولارية اللي عندي المصريين للخارج قناة السويس والكلام ده كله، هسدد ديوني بالدولار. تمام. هقسمها حتتين. طيب احنا صح يا دكتور كريم؟ صح فاهم صح ولا لا؟ بالظبط كده. طيب احنا عندنا تراجع في ايرادات قناة السويس. تمام تمام. 7 مليار وفقا بالظبط. وعندك تحولات المصريين في الخارج هي متذبذبة غير مستقرة، ويمكن ده شهدناه مع استقرار سعر الصرف بتزيد. مع استقرار سعر الصرف بتزيد، لكن لو حصل أي اختلاف أو أي تذبذب في سعر الصرف إيه اللي هيحصل؟ هنرجع ليه ما كنا عليه قبل التعويم. وبالتالي انت متوقع تذبذب في سعر الصرف؟ بص يا فندم، احنا دلوقتي عندنا بعض التوترات الجيوسياسية وعندنا بعض الضغوط الاقتصادية والاشتراطات النقدية والمالية من صندوق النقد الدولي. وبالتالي عشان نكون منطقيين، انا ما ينفعش اعتمد على ايراد دولاري متذبذب. انا لازم الايراد يكون مستقر. انت عندك استقرار في ايرادات قناة السويس؟ لا. عندك استدامة او عوامل تضمن استمرار تحولات المصريين في الخارج؟ لا. واعتقد ان زي قلنا حجم ايرادات قناة السويس زائد حجم تحولات المصريين في الخارج هي ايضا لا تغطي التزامات الدولة المصرية. انت عندك سياحة وعندك مصادر تانية، يعني دي تشيل دي. كل ده يا فندم، كل ده يا فندم بيقابله التزامات اخرى غير الديون. بيقابلوا استيراد سلع أساسية وسلع استراتيجية، بيقابلوا مصروفات انت لازم تعملها لخروج رؤوس الأموال واحتياطات رؤوس الأموال والأموال الساخنة وخلافه. فبالتالي الموضوع متشعب. فبالتالي انا ما ينفعش اقول ان انا ممكن اتخلص بالدولار عشان امتيازات امريكا. يبقى استثماراتك يا دكتور كريم العمدة اللي زي راس الحكمة والمشروعات دي اعتقد ممكن تغطي. يعني بكمل كلام دكتور كريم. طبعا. لو انا همشي على فكره كلامك جميل جدا.
برضو لحضرتك النقطة اللي انت رديت عليها فعلا هي ملحوظات سليمة. صفقات استثنائية في ظروف استثنائية رأس حكمة، واحنا متوقعين صفقة تاني في 2025 مثلا، ممكن تكون رأس ناس رأسي ايا كان يعني علشان تقلل، احنا في فجوة عندنا قللناها نحاول نقللها اكتر. طبعا انت عندك موارد دولارية وعندك التزامات تمام. يعني احنا نبص الاول لمواردنا الدولارية دي. يعني مثلا احنا هتكلم على عايز 22 ولا 23؟ 23. 23 كانت مواردنا متذبذبه ما نقدرش نقيم عليها. كان عندك 40 مليار صادرات، كان عندك 10 مليار استثمارات، كان عندك 14 مليار ايرادات سياحيه، عندك تحويلات مصريين للخارج 21، وعندك ايرادات قناه السويس 7 مليار، يعني 92 مليار على طول. 92 بالظبط، الله ينور عليك. لكن 2022 كانت 115 مليار. يبقى التذبذب اللي بيتكلم فيه دكتور كريم صح، التذبذب حصل في 23. طه حلو، كان عندنا ازمه في سعر الدولار هو اللي كان السبب في انخفاض تحويلات مصريين الخارج بشكل كبير، يعني كانت 32 بقت 21 تمام. هتستمر معانا أزمة قناة السويس. الصادرات طبعا قلت. عام 2024 الأرقام دي تحسنت بشكل كبير. عام 2024 وارداتنا عفوا صادراتنا ممكن تبقى 40-41 مليار. ارداتك السياح احنا متوقعين عام استثنائي في السياح 14 مليار. تحولات المصريين الخارج هترجع زي ما كانت، وهو كان سببها ان كان في سوق سودة احنا بقالنا سبع شهور. هو ده بيبقى توقع ولا بيبقى موضوع في ميزانية موثقة ان انا عارف ان جاي 14 مليار للسياح؟ توقعات شبه مؤكدة يعني بتبقى بتبان، يعني دي المصادر اللي انا بقولها مصادر في قطاع السياحة، قال لك ننتظر وفقا للتعاقدات وفقا للرؤية وفقا للخبر السابقة ننتظر موسم سياحي استثنائي السنة دي تمام 14 مليار. ورد صادراتنا لن تقل عن 40-41 مليار. الاستثمارات بدون الصفقات الاستثنائية زي رأس الحكمة كانت 10-11 مليار. برأس الحكمة طبعا زادت بشكل كبير. طبعا نيجي نحسبهم تمام، هتبص انك انت مع تخصم منهم وارداتك هتلاقي انك انت ممكن يكون عندك فجوة تمام تمويلية بضعة مليارات تحاول تسدها. لو جينا نظرنا بقى يا احمد، يعني النقطه دي مهمه، لو نظرنا لتقرير البنك المركزي التزاماتك الديون بتاعتك الخارجيه ما ينفعش تاخدها من تقارير صحفيه. ليه تقارير صحفيه؟ لان الارقام بتحرف، وممكن تكون جبت رقم الرقم ده كان من قبل ما يتم تحديث بيانات البنك المركزي وتبتدي تطبقه على الفتره القادمه بيبقى ارقام غير دقيقه. وفقا طب انت عينها بتطالب البنك المركزي بان هو يعلن الارقام الدقيقه عشان نقضي على الاشاعات او ما احدث بيانات البنك المركزي لنهاية العام المالي 23-24 اللي هو شهر 7 اللي فات، ودي أحدث بيانات. حجم الدين الخارجي وصل 153 مليار، فيهم 127 دين طويل الأجل و26 مليار دين قصير الأجل. إذا دكتور كريم بس النقطة الثانية كنت عايز أعلق عليها، لما كريم قال من شوية أن صندوق النقد الدولي المادة 8 بتحذر أنك أنت تتعامل بعملات، لا، في جزء من التزاماتك الخارجية على فكرة في مليار تقريبا تبادل عملات. لا انت شغال بتبادل عملات، ده بدل عملات ده اللي هي التجارة بالعملات، يعني صندوق النقد سامح لك وفقا للبند التامن انك تتعامل بالعملات المحليه، ممكن تتعامل بالعملات، ولو انت عندك من المنتجات والصادرات ممكن تزود عن مليار، ممكن تزود. ما انت اتعاملت عندك اهو، ما احنا داخلين في الاتفاق دي. الصندوق هنا كان استثناء بالنسبه له ولا هو انت مش مقتنع بالبند التامن اصلا؟ لا ممكن تكون انت مش مقتنع بيه، ظروفك ما تسمحش، انت محتاج لا لا انت دكتور كريم العمده ولا انت مين؟ يعني انت مين اللي مش مقتنع هنا؟ يعني الدوله ممكن بتسمح بده ولا الصندوق اللي بيسمح بده؟ لا ممكن احنا 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 عملنا اتفاقيه مع الصندوق مديك مجموعه من الشروط الاساسيه. صحيح، الشروط الاساسيه اللي انت شغال على كلام دكتور كريم عادل البند الثامن ده من الشروط الاساسيه. لا، بند ثامن من اتفاقيات الصندوق. لكن لا، ما انت اهو انا عايز اسال سؤال، هو مش كريم قال من شويه ان مصر ودول الاقليم مرتبطه بمصالح مع امريكا غير روسيا والصين؟ طب مش الهند ليها مصالح مع امريكا والامارات ليها مصالح مع امريكا؟ ما هم شغالين بعم بين بعض، الهند وروسيا في بينهم تعامل عملات المحليه، والهند الامارات، ما هم مش الهند دي حليف للولايات المتحده؟ على فكره الهند رفضت تتعامل بالعملات المحليه مع الصين نتيجه الخلافات السياسيه اللي بينهم، لكن تعاملت مع الامارات وتعاملت مع روسيا. يعني الكلام ده وارد الحدوث. انت شايف ان لو صادراتنا زادت الصندوق هيسمح لنا بالتعامل بالعملات المحليه؟ طبعا فالبيكس تمشي في مدارها عادي، من حقك تتعامل بالعملات المحليه. هو من حقك ولا من حقك؟ اللي على فكره هو ما هو الارجنتين مش اكبر مقترض في العالم، ما بتتعامل مع البرازيل بالعملات المحليه. يمكن من شروط الصندوق بالنسبه لها ما فيش البند التام. بالظبط. طب انا بس لا خلاص، كلام مقنع ولا مش مقنع؟ اتفضل. لا اتفضل خلاص دكتور كريم، خلاص اتفضل. طيب تمام،
خلينا نبدأ بفكرة العملة، وان مثلا على سبيل المثال الامارات وبعض الدول الاخرى اللي بتربطها علاقات قوية مع امريكا بتتبادل بعملات محلية. تمام. اول حاجة اقتصادات هذه الدول لا يعني يجوز وليس من المنطقي ان احنا نقارنها باقتصاد مصر. الدول دي اقتصادات لها مداخيل تجارية ومداخيل انتاجية ومداخيل دولارية تمام بتختلف تماما عن مصادرك الدولارية وحجم انفاقها. احسن ولا وحش؟ هم اكثر استقرارا. ده انت كان عندك كوارث في الارجنتين والبرازيل اقتصادية كبيرة جدا. كوارث بمعنى كلمة كوارث. بتكلم هنا على بعض الدول اللي دكتور كريم ذكرها. لما نروح للارجنتين. ماشي. تمام. فانت هنا الدول دي بتقدر تعمل بالانس في العلاقات. تمام. ما بين مثلا على سبيل المثال تجمع بريكس وعلاقاتها بامريكا، ويمكن امريكا بتحتاج لهذه الدول زي الامارات مثلا والسعوديه في حتى في العلاقات السياسيه بينهم. وجدنا ده بصوره كبيره في الفتره الاولى للرئيس ترامب، يمكن في احتياج لامريكا وفي هم امريكا احتياج لهذه الدول سياسيا واقتصاديا. تمام. على عكس انت كدوله مصريه انت في عندك فجوات كبيره جدا بالميزان التجاري بتاعك والميزان التجاري لكل الدول اعضاء البريكس. تمام. الدين اللي احنا بنتكلم عنه والمجموعه المصادر اللي دكتور كريم جمعها تقريبا في 92 مليار. تمام. طيب انت هل تعلم ان انت عندك حجم الدين الداخلي 3 اضعاف حجم الدين الخارجي؟ طيب انت هل تعلم ان انت وفقا لتقرير البنك المركزي الصادر في 2023 حجم الديون الخارجيه عندك 142.5 مليار دولار، وان المستحق منها في 2024 قرابه 42%؟ هي دي صفحات من بيان تقرير صادر عن البنك المركزي، مش تصريحات. لا لا لا، تقرير صادر، تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي. اذا انا عندي 42 مليار وصولا لامتى؟ 42% من حجم الدين الخارجي اللي انا قلته 142.5 مليار، ده مطلوب ومستحق السداد في 2024. تمام. ما بين بقى مستحق في حوالي 49.50 مليار بالظبط. ده ما بين بقى مستحق للبنك الدولي، لصندوق النقد الدولي، للمؤسسات متعددة الجنسيات. امتى؟ في نهاية 2023. ابعته لحضرتك. في نهاية ايه؟ 2023. الرقم ده مهم. تمام. كتبت عندي وانا نهاية 2023. تمام. ماشي كمل. تمام. ده اللي مستحق السداد في 2024، 42% تقريبا من هذا المبلغ. في ايه جزئية تانية اللي حضرتك شايف ان احنا نعقب عليها؟ انا ما هنا مش موضوع ان انا اعقب عليها، انا الاختلاف واضح في فعالية البريكس بالنسبة لمصر. انا اللي يهمني في كل ده، ما بدأت بترامب وبدأت الاقتصاد الامريكي اللي يهمني الفعالية بتأثر على الاقتصاد المصري. استاذ احمد، انت ما عندكش رفاهية التعامل بعملة اخرى في الفترة الحالية وفق قيود الصندوق، ولا وفق ليه منتجاتك ونسبة صادراتك؟ وفق قيود الصندوق، وفقا لاحتياجاتك الداخلية والتزاماتك الدولارية الداخلية والخارجية. تمام. كل دي مش امور تجعل ان انت اصلا بحاجة للدولار. تمام. اكيد. واحنا لما بنحرر سعر الصرف، هو احنا لما حررنا سعر الصرف ومتوقع المزيد من التحرير فيه. تمام. ايه السبب؟ ايه السبب؟ سعر الصرف هيوصل ل 55 جنيه. لا لا استنى، عشان هات دي تصريحات على حساب. لا لا لا، ماليش دعوه. 55 الصرف وفقا لتسريبات من وكالة بلومبرج في اجتماع صندوق النقد الدولي مع المستثمرين الاجانب. اقول لك حاجه، محدش سمعنا، ما اعتمدش عليه قوي. ماشي. ولكن بشك انا شويه، هيتراوح ما بين 52 ل 55 جنيه في الفتره القادمه. وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء دكتور كريم العمده امبارح، قال لك لا، هو ب 48 وصل ل 49، هنسيبه لسياسه العرض والطلب، ممكن يوصل ل 50 حسب العرض والطلب. مش كلام دكتور كريم عادل ان هو يوصل ل 55 وفقا لتصريبات محدده. يعني طبعا احنا ما اقدرش اعتمد كلام يتقال انه تصريبات، لان احنا بنشوف كم عرض وطلب. ويعني عرفنا منين ان العرض والطلب هيبقى 52؟ ممكن اقل، ممكن اكتر، ممكن 60. انا بس كنت عايز اتكلم في نقطتين ارد عليهم. النقطه اللي انا قلت لك عليها احمد، التقرير جبته امتى يا كريم عادل؟ قال لك اخر 23. ماشي. اخر 23 لما تحدد المبالغ دي، اول حام ما عملش في حسابه ان في الوديعه الاماراتيه هيتم ازالتها. تمام. تمام. فالوديعه الاماراتيه دي فلوس كان فيها جزء يستحق ديون قصير الاجل. تمام. وفي نفس الوقت كان هيبقى عليها فايده، مجرد ما احنا عملنا الصفقه فبالتالي الجزء بتاع الوديعه الاماراتيه اتشال. يبقى احنا، هل انت في حساب تقريرك ده شامل ولا مش شامل؟ كمان في حاجه تاني، بيبقى من ضمن تخطيطات الديون، يعني من ضمن توقعات الديون، ان بتبقى في ودايع
سعودية وكويتية قصيرة الأجل تستحق، لكن أنت بتدفعها ولا بتجددها؟ أنا ما عنديش بيان عشان رايح لأهوال العصر، أنا ما عنديش بيان واضح محدد من البنك المركزي. عاد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية ودكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد، وبنتكلم على الاقتصاد وعلى السياسة، وجبنا الاقتصاد من أمريكا للدول المختلفة لتجمع البريكس للشأن الداخلي والاقتصاد الداخلي، ووقفنا في نقطة قبل ما نروح لأهوال العصر، يمكن دكتور كريم العمدة عنده تعقيب ليها، أما دكتور كريم العدل عنده تعقيب ليها، أما دكتور كريم العمدة اتكلم على إن آخر بيان طالع من البنك المركزي سنة 2023، يعني إذا ده من سنة تقريبا، أعتقد برضو نقطة مهمة جدا، ما إحنا دكتور كريم إحنا سددنا، يبقى أكيد نزل، يبقى أكيد في أرقام تانية مختلفة، أنت ليه مش شايف إن إحنا سددنا؟ ووفقا لتصريحات فيتش، ووفقا لتصريحات المنظمات الدولية كلها، ووفقا لتصريحات الصندوق نفسه، أنت راجل منتظم في السداد، ما هو هيديك تاني ليه؟ طيب تمام، انت منتظم في السداد، اوكي ده امر جيد وامر ما فيش خلاف عليه، تمام، لكن احنا دايما لما بنبص على مبلغ القرض وبنبص على اللي احنا بنسدده، زي ما خلينا نبسطها للناس اللي بتسمعنا، انت دلوقتي حضرتك واخد قرض من البنك، تمام، فانت بتسدد حاجتين، بتسدد الاصل والفايده، جزء من الاصل وجزء من خدمه الدين، ماشي، خدمه الدين تكاد تكون 3 اضعاف اصل المبلغ، تمام يعني، وبالتالي انت اصلا كل اللي انت بتسدده انت ممكن بعد فتره ما احنا دلوقتي في البرنامج مثلا على سبيل المثال البرنامج الرابع لصندوق النقد الدولي، صحيح اثناء المراجعه اللي احنا دلوقتي صح، انا بتكلمش على الشريحه، تمام، انا بتكلم على البرنامج من 2016، ده تقريبا البرنامج الرابع للصندوق النقد الدولي، صحيح، تمام. طب هل تعلم حضرتك ان احنا دلوقتي لسه بنسدد في البرنامج الاول؟ طب افهم منك يا دكتور معلش، وبالتالي عشان اسهلها للناس، هل انا ما خدت من الصندوق وقلت الرقم اللي هو 142 مليار ونص اللي قاله دكتور كريم العمده، هو الرقم ده اصل دين وفوائد ولا اصل دين بس؟ اصل الدين والفوائد. طب ماشي، ما انا سددت منه. طيب ماشي، ما انت بتسدد، مش الفوائد دي بتزيد؟ انا يهمني الرقم العام للدين الخارجي يقل، هو كوكتيله ايه بقى بين الاصل والفوائد؟ انا عندي مشكله ان هي الفوائد بتزيد، يعني هو ده لغايه 2023 اعتقد الفوائد تزيد لو انت ما سددتش يا فندم، بتزيد حتى وانت بتسدد، الفوائد بتكون مركبه، يعني حضرتك لو انت واخد كارد 100000 جنيه، تمام، هتيجي في اخر 2023 تقول انا البنك قال لي انا عليا 110، تمام، 1000، لما تيجي تخش في 2024 هتروح للبنك تقول له انا مثلا دفعت يا عم 20000 جنيه، انت دلوقتي انا كام؟ يقول لك انت 105، تقول لي انا 105 ازاي؟ انا كنت قايل لي انا 110، لان هو موظف الفوائد بتاخد في اول سنه بالظبط، هو دي نفس الفكره. فبالتالي احنا ما ينفعش نقول ان احنا دلوقتي، بقول لحضرتك احنا في الشريحه في المراجعه الرابعه، لا في الاتفاقيه الرابعه البرنامج الرابع مع الصندوق، وبنسدد في الاولى، يعني حضرتك متخيل ان احنا دلوقتي احنا واصلين لمرحله قادمه هنكون بيطلب من مصر في الشهر 4 شرايح، شريحه خاصه بالبرنامج الاول، وشريحه خاصه بالثاني، وشريحه بالثالث، وشريحه بالرابع، ده اللي ممكن في بدايه في 2025 هيحصل، ان انت هيكون في الشهر الواحد مستحق 4 شرائح. مراجعتك يا دكتور كريم للعمده الرابعه دي ممكن يتم فيها شكل من اشكال الجدوله للمد الزمني عشان ما نوصلش للنقطه الدكتور كريم عادل بيتكلم فيها؟ يعني احنا زي ما قلنا ان احنا ما تخلفناش عن السداد، مشكلتنا خالص في السداد، مشكلتنا في الدعم والمحروق اللي هي الاصلاحات الهيكليه، تمام، اللي انت بتتكلم معاه في الصندوق، ماشي، انك انت تاجل شويه الاصلاحات بدل ما انت تزود رفع الدعم على المحروقات والكلام ده كله كتير، 3 مرات تزود في السنه. يعني قبل ما نيجي نتكلم برضو كلام عام ونقول علينا ديون والفايده، يعني احنا عندنا مؤشرات وارقام هي اللي بنمشي بيها، تمام، الكلام العام ده كتير ممكن يتقال في اي زمن، ممكن نقول السنه دي والسنه اللي فاتت واللي بعده واللي بعده، ايه الكلام اللي مش العام؟ الكلام اللي مش عام، اول حاجه بنبص لبعض المؤشرات اللي صندوق النقد وفيتش بتبص عليها، وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين الأجانب وكل المؤسسات الكبيرة اللي بتقيم بيها. أول هام احتياط النقد عندك بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد، وصل لأعلى التصريحات الرسمية، أيوة بيزيد، 47 مليار ده الأعلى في تاريخه، تمام. صافي الاحتياطات الأجنبية عندك، صافي الأصول الأجنبية اللي هو في 2022 لما بقى بالسالب عملتنا أزمة كبيرة، بيزيد ولا بيقل؟ وصل 10 مليار في آخر شهر 9. حاسس إن دكتور كريم عادل بيكتب دلوقتي من 47 مليار دول فيهم الأموال الساخنة ممكن تخرج في أي وقت؟ لا، الأموال الساخنة مش فيهم طبعا، مش فيهم. تاني حاجة، ودائع الجهاز المصرفي الدولاري وصلت كام يا كريم؟ وصلت كام؟ 56 مليار دولار، بتزيد بشكل كبير. في حاجة تاني برضو مهمة جدا بره بقى، في حاجة اسمها مؤشر السي دي اس أو توقعات المستثمرين في تسديد ديونك، مخاطر التخلف عن سداد ديونك، ماشي. ده كان في منتصف 23 كان 1700، يعني 17% كان عالي جدا.
انخفض لحد ما وصل في في فبراير 2024 لما موضوع راس الحكمة قرب انخفض وصل ل 600 يعني 6%. وبالتالي ده معناه انك انت مخاطر التخلف بالنسبة لك اللي هي العقود اللي بيعملوها اللي بيشتروا في ديونك ان هم حاسين ان المخاطر عندك مش مرتفعة. هو اعلى من المتوسط بتاعك، المتوسط بتاعك كان 4% بقى 6%، ولكن لا زال في الحدود الامنه وده ما اتغيرش. دي مؤشرات وارقام عشان عارف ان عندك تعقيب عشان عندنا اسئله كتير قدام خمس دقايق. مؤشرات وارقام والرد عليها يكون بمؤشرات وارقام زي مش كلام عام. تمام. اول حاجه الاحتياطي، لو حتى افترضنا ان هو اقترب من 47 مليار تمام. طيب ال 47 مليار دول انت في عندك هم مش مشمولين بالاموال الساخنه اللي هم قرابه 38 مليار. طب لو الاموال الساخنه فكرت ان هي تخرج هتخرج منين؟ هتخرج من 47 قصدك؟ هتجيبها منين انت؟ هتنزل تشتريها من السوق السوداء؟ او من السوق الموازي؟ تمام؟ خلينا نقول ودائع البنك اللي لما خرجت قبل كده جبناها منين؟ من السوق السوداء، وهي اللي رفعت السعر ل 70 و75. طيب المشتري الحكومي هو اللي كان يعني انت عندك مخاطر سعر الصرف ووصول المرحله بتوصل دلوقتي يا دكتور كريم عادل مخاطر خروج الاموال الساخنه ممكن تاثر عليك بالظبط. رقم اثنين الدكتور كريم بيتكلم فيه اللي هو مؤشر سي دي اس وخاص بيه معدل المخاطر والاستثمار اللي هو نزل من 17% ل 5%. هو ده ليس هو مؤشر ولكن هي تكلفه التامين على الاقتراض. ايوه تكلفه التامين. طيب مش مخاطر ده هنا تكلفه التامين على الاقتراض. رقم اثنين التصنيفات والتأشيرات اللي بتدفع ثواني بس انا بقى تكلفه على الاقتراض. ماشي ده معناه ايه؟ معناه حاجه وحشه يعني؟ لا معناه تحوطي. ايوه انها مش اساسي. أيوة. ماشي ما انا معاك في دي متفق. لا لا قدام اربع دقايق وعندها زينه كتير. طيب تمام تمام تمام. الودائع البنك المركزي الدولاريه اللي هي زادت دي زادت بتحويلات المصريين للخارج، ودي قلنا ان هي عرضه لاي تذبذب. لو سعر الصرف في السوق الموازي ظهر بفرق جنيه متحولات المصريين للخارج طيب. اسمعنا في العربيه دلوقتي الاجنبيه ده راجع لفروق خاصه بالعمله. طيب تصريحات رئيس مجلس الوزراء امبارح قال لك ان احنا مش هنعوم تعويم تاني زي ما الاشاعات بتقول، احنا هنسيب يعني شكل اشكال التحرير وفق لسياسه العرض والطلب. والسيد رئيس مجلس الوزراء قال امبارح ان هو من 48 وصل 49 ممكن ل 50 هيبقى في الحته دي، مش هيوصل ل 55. انت ليه بتقول 55؟ انا بص حضرتك احنا دلوقتي البنك المركزي فتح لاستيراد السلع غير الاساسيه. تمام. الفتح ده هو فتح مؤقت، فتح وفق احتياجات السوق. لا مش احتياجات السوق، انت السوق عندك كان محتاج في الشهور اللي فاتت وكنت قافل. هو فتح لوجود زياره صندوق النقد الدولي. تمام. بعد الزياره ما تتم وتقريرها ويطلع هيقفل تاني. طيب ما هو لو هيقفل تاني بقى مش هيوصل ل 55 عشان في احتياج. طيب الاحتياج هيجي منين؟ الاحتياج هيجي في ظل انخفاض او تراجع مصادرك الدولاريه وفي ظل تفاقم الطلب. احنا بنتكلم 55 ده في البنك لو هو سايبه، وهو لو سابه بحريه بدون توجيه اداري او توجيه حكومي هو يصل لمستويات من 52. سياسه العرض والطلب يا دكتور كريم العمده اللي بيتكلم فيها رئيس مجلس الوزراء امبارح هتقول ان هو هيسيبه وفقا للاحتياجات السوق، هيسيبه دي هتزود سعر العمله فبالتالي يزيد التضخم ولا يقل التضخم؟ لا انا بس كنت عايز اقول دقيقة. ماشي دقيقه. انا كنت عايز اقول احنا لما نيجي نتكلم عن توقعاتنا الدولاريه ما ينفعش اقول لك اموال ساخنه تقول لي لو خرجت اصل المصريين هتتذبذب، قناه السويس مش عارف ايه، هشتري عربيه هتتقلب. هو فكر دكتور كريم تحوطي اكتر كده، احنا مش هنعرف نشتغل اقتصاد. انا هشتري عربيه هتتقلب، هاكل الاكله جيل التسمم، ما ينفعش الكلام. لا انا بتكلم في ضوء تقارير دوليه بعد اذنك يا استاذ احمد. انا بتكلم في ضوء ان انت حتى تقرير فيتش اللي صدر وتعديل النظره من بي ماينص لبي هو اكد على ضروره استمرار مرونه سعر الصرف، واشار الى ان الاقتصاد المصري حتى الان لم يتعرض لاي صدمات خارجيه. رئيس مجلس الوزراء امبارح علق على الحته دي وقال لك تصريحات صندوق النقد قال الحكومه ما تتدخلش بقالها فتره في سعر الصرف. انا بكلم حضرتك في حاجه ثاني. تقرير وكاله فيتش قال لك ان الاقتصاد المصري في وضعه الحالي هو لم يتعرض لاي صدمات زي ما حصل في اخر في عام 2023، وبالتالي ما اقدرش اقيس. انا امتى بقيس قوه الاقتصاد؟ لما يكون في صدمه. انا خلاص يا سعيد هاخد سريع، سعر العمله هيزيد يعني اظن هيستقر في النقطه دي، جنيه فوق جنيه تحت يعني اخره 50. يعني حضرتك شايف ان هو 55 سعر الفايده هيزيد في الاجتماع المركزي اللي جاي ولا لا؟ لا اظن هينخفض. هينخفض اظن هينخفض. هينخفض ده معنى كده انه هيفتح السوق والمستثمرين هيقترضوا وهيبقى عنده 1%. لا ما 1% يعني سعر الفايده هيزيد ولا هيقل؟ 90% تزويد 10% تخفيض. التضخم هيزيد ولا هيقل؟ يعني اظن ان هو هينخفض حاجه بسيطه. تصريحات رئيس مجلس الوزراء قال ان هو قل بنسبه 11% هيزيد في الفتره اللي جايه؟ يعني اظن هيستقر يعني او ينخفض حاجه بسيطه. سياسه العرض والطلب دي بتقول ان ما يبقى في بضاعه كتير وفي منتج كتير السعر يقل، فاذا التضخم هنا هيقل. متفق ولا مختلف؟ لا هنا بس برجع ليك تقرير ستاندرد اند بورز فيما يتعلق بمؤشر مدير
تسعير المشتريات سنة كام؟ تاريخ كام؟ لا ده لسه صادر تمام؟ طب. فده بيتكلم على ان في حالة من الركود في القطاع الخاص والقطاع الصناعي في الدولة المصرية، في حالة من التخوف والتحوط من تغيرات سعر الصرف، والدولة المصرية لازالت تقع في دائرة الانكماش، وان كان هناك نمو فهو النمو ده اختلف مع دكتور كريم عادل. واضح ان تصريحات رئيس مجلس الوزراء امبارح انه مطمن على وجود عملة في مصر بدليل ان هو هيفتح متفق ولا مختلف؟ طبعا يعني اظن ان الارصدة الدولارية بالمؤشرات اللي انا قلتها بالارقام اللي انا قلتها الى الان مطمنة، ولكن انا قلت عندك ارصدة وتوقعات ان في سيوله قادمه، احنا ماشيين على التوقعات الايجابيه، انا مش عايز اخلق مناخ سلبي ابدا، ما اقدرش اخلق مناخ. فكره حضرتك في نهايه الحلقه انا خلصت، فكره حضرتك بيقول ان انت فكرك تفاؤلي وعايز يبقى فيه طموح وعايز السوق يفتح، فكره دكتور كريم تحوطي اكتر نفسه ان السوق يفتح، انتوا قلتنا على ارضيه وطنيه جدا ولكن نفسه السوق يفتح. دكتور كريم العمده رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصاديه، نورت راديو 90 ساي. شكرا. دكتور كريم عادل اسف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصاديه، دكتور كريم العمده نورت راديو 90 ساي. محتاجين ساعات عشان نقعد نتكلم، ولكن اعتقد المستمع خد معلومه عن احنا رايحين فين الفتره اللي جايه.